أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة، وأهلا بيكم في فقرتنا طبيبك في العيد. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. في الحقيقة دايما بيرتبط عندنا بعض الأعياد ورمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ببعض العادات والتقاليد في الأطعمة، وبتختلف مواقيتها وأنواعها عن الأيام العادية. فمثلا بنلاقي ان احنا عندنا في عيد الفطر من ضمن الحاجات والعادات اللي دايما بنشوفها ان الناس بتبدأ ان هي تجيب الكحك والحلويات والحاجات اللي هي بتحتوي على السكريات، وكذلك الترمس واللي بيتضاف عليه الخل والليمون والملح وما الى ذلك. في الحقيقة الحاجات دي كلها بتأثر بشكل مباشر او غير مباشر على الاسنان، والتأثير ده احنا النهارده هنتكلم فيه وهنعرفه. ولكن بداية اسمحوا لي ارحب بضيفي الكريم دكتور حازم قطب، اخصائي طب الاسنان وعضو هيئة التدريس في كلية طب الاسنان. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا دكتور. يا اهلا وسهلا بك. منورنا دكتور حازم اول حاجة، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب، والسادة المشاهدين بألف خير، ويا رب تبقى أيام مباركة علينا. آمين يا رب. ونبقى كل سنة أحسن من اللي قبلها إن شاء الله. يا رب. يعني زي ما أنا كنت بقول في المقدمة دكتور حازم، إن إحنا عندنا دايماً من عاداتنا إن إحنا عندنا رمضان ليه أطعمة معينة. بنزود بقى فيها الحلويات والمكسرات والقطايف والحاجات اللي هي الحلوة اللي إحنا عارفينها دي، اللي هي سبب اللي إحنا فيه. تمام. وعندنا بعد كده بننتقل للعيد، بنبدأ ندخل في مسألة مثلا الكحك والغريبة والبسكوت والحاجات دي كلها. فكل دي أطعمة مليانة بالسكريات. تمام. هل السكريات، أنا دلوقتي بقيت قاعد باكل في سكريات على مدار شهر كامل، تمام، وده الطبيعي عند معظم الناس، ودخلت العيد كمان كملت، فهل ده كله ليه تأثير على الأسنان؟ طيب خلينا الأول نقول، يعني مثلا بيقول لك إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. نعم. هل احنا لو قلنا يا جماعه ما تاكلوش سكريات، ما تاكلوش كحك، ما تاكلوش بتيفور ورايبه، ما تاكلوش اي سكريات، الناس هتعمل كده؟ استحاله. خلينا صراحه، محدش هيعمل كده. استحاله طبعا. ماشي. هل هو ليه تاثير؟ طبعا ليه تاثير، مش بس الاسنان، ده الجسم كله. نعم. يعني السكريات من الحاجات اللي مش لطيفه مع الجسم خالص. طيب احنا نعمل ايه؟ خلينا الاول نقول ايه علاقه السكريات بتسوس الاسنان. هل احنا خلينا نبدا دكتور الاول، يعني احنا لو قادرين نقلل منها نقلل في البدايه. بالظبط، نقلل في الاول. اه طبعا. لكن فرضنا ان احنا بقى اكلنا، فرضنا ان احنا اكلنا، طيب هل السكر هو اللي بيعمل تسوس الاسنان؟ تمام. اولا هل هو السكر هو اللي بينخور في السنه؟ لا، دي فكره غلط عند ناس كتير قوي. نعم. المشكله معايا مش بس في السكر، المشكله معايا في بقاء السكر على السنه. تمام. ان انا اكل الكحك او البتيفور او الحاجه المسكره واسيبها وانام بيها، ساعتها البكتيريا بتتغذى على السكريات اللي موجوده في الكحكه او الحاجه اللي احنا اكلناها، وتبدا تفرز احماض، الاحماض دي هي اللي بتاكل في السن. تمام. فانا مشكلتي مش مع السكر اتسلف على قد ما انا مشكلتي مع ان السكر او الحاجه المسكره او الاكل يفضل جوه بقي على اسناني وانام بيه وما اغسلش اسناني. ده عشان كده دايما بنقول ان دايما اهم غسله اسنان هي اللي قبل النوم، اهم واحده فيهم. بالظبط. تمام. اهم حاجه. اشمعنى بقى قبل النوم؟ ليه؟ لان احنا بننام بقنا، يعني دي حاجه لا اراديه بتحصل في جسمنا. تمام. اللعاب اللي موجود في بقنا اللي هو بيغسل سناننا وبيغسل الانسجه اللي في البق ده بيقل قوي. تمام. فبالتالي الاكل بيلزق اكتر، ما بيتغسلش من على الاسنان. نعم. والبكتيريا بتنشط اكتر، فبيبقى عندك مكان ضلمه، الاكل موجود، مفيش حاجه بتغسل الاكل ده، والسكر موجود والبكتيريا موجوده، تبدا البكتيريا تتغذى، تفرز الاحماض، يحصل تسوس. انا كده عملت وسط ملائم جدا لنمو البكتيريا جوه. عملنا حفله للبكتيريا. بالظبط. طيب نمنعها ازاي؟ حصلت بقى الحفله ديت بس لسه ما عملتليش التسوس. يعني زي ما قلت حضرتك كده ان احنا قاعدين طول رمضان قاعدين بناكل، بس انا اسناني لسه ما سوستش. احافظ ازاي بقى على اللي باقي، او احافظ ازاي على في الفتره اللي انا فيها دلوقتي، خصوصا ان احنا زي ما قلت حضرتك داخلين في العيد وهيبقى في كحك وسكر والكلام ده كله. زي ما قلنا احنا مش هنعرف نمنع كل ده. تمام. مش هنمنع. ماشي. ما خلاص طبعا قلنا هنقلل. قدرنا نقلل. طيب. نقلل. وبعد ما نعم. نقلل، يعني ما فيش مانع ان احنا بناكل الكحك بتاعنا او الحلويات بتاعت العيد يبقى جنبينا كوبايه ميه. خلصنا. تمام. اكل كحك، شويه ميه دي تساعد في حاجه؟ يعني طبعا. الميه نفسها تساعد في حاجه؟ الكحك لسه او الاكل السكريات بتاعتنا لسه ما نشفتش على الاسنان، لسه ما لزقتش، يعني ما حصلش ليها تيبس على سطح الاسنان. بالظبط. نعم. لسه ما لزقتش على الاسنان، ما تمام. تلمستش على الاسنان، فانا الحقها بشويه ميه، ابدا امضمض بقي، اشرب شويه ميه، بقايا الاكل الموجود الميه هتساعد ان هو يتشال مع السن، بنضف كده اول باول. بس ان انا في نهايه القعده الظريفه مش هقول لك كل كحكه بعد كده اجري على الحمام اغسل، ما حدش هيعمل كده. ما حدش هيعمل كده، احنا بنقول مره في اليوم وفي الاخر الناس ما تغسلهاش. بالظبط. فبعد نهايه القعده اللطيفه بتاعتنا نغسل سنان.
تمام تمام فاحنا كده يبقى دخلنا غسيل الاسنان في روتين القعده من غير ما يبقى حاجه بتسترس علينا، من غير ما نبقى متضايقين، تمام، من مش غير ما حاسس ان في نمنع حاجه ورايا لازم اقوم اعملها، لا انا بالظبط. عادي كلت لا براحتي. خلاص كلنا وخلصنا قعدتنا ومروحين، قبل ما نروح قبل ما نقوم ننام نغسل سنان قبل النوم. كنا دايما يا دكتور نسمع ان يقولوا لو عندك الطفل بيحب ياكل حلويات كتير، طبعا انت بتلاقي سنانه بتسوس اول باول، فيقول لك دايما لما ياكل حلويات خليه ياكل بعدها حاجه زي الخيار زي الخس. ايه الحكمه من حاجه زي كده، او التفاح او الحاجات دي؟ هل ليها حكمه ان احنا نخليه يعمل حاجه زي دي؟ سبحان الله، ربنا خلق في بعض المأكولات زي بعض الخضروات بعض الفواكه نعم، في حاجة اسمها فايبرز أو الالياف، ألياف. تمام، الألياف دي بتبقى عاملة بالظبط زي الفرشة، بتغسل نفس سناننا حاجه زي نفس الملمس، ان احنا نقدر بالظبط. نشيل بيها بتغسل سناننا تمام كأنك بحاجة فرشة طبيعية تمام بتخلص، فالطفل أو حتى الأدلس الناس الكبار نعم يجوا يخلصوا أكل، لو في وسط الأكل في خيار في تفاح في كلام من ده، بتبدا دي الالياف اللي موجوده تبدا تنظف السن اول باول، بلس انها بتعمل مساج للثدي. تمام يعني احنا نقدر نقول من البروتوكولات الامنه عشان نقدر ناكل سكريات وما نبقاش قاعدين خايفين من اللي هيحصل بعد كده، ان احنا بناكل بس بعد كده نشرب ميه، ولو قدرنا ناكل حاجه فيها الياف طبيعيه زي الخضروات او الفاكهه نقدر نعمل كده. بالظبط، يعني القعده بتاعتنا نحط كحك وبسكويت وبتيفور وجنبها ميه وشويه فاكهه، هتبقى تمام برضو قاعده لذيذه تمام وجميله وهنبقى في مبسوطين نطاق كلنا الحوار. بالظبط، وفي نفس الوقت ما ضرناش كفايه بقى عشان نفسنا. احنا صايمين، الموضوع صعب. طيب دكتور حازم، دلوقتي في حاجه تانية من ضمن العادات اللي موجوده في العيد، الترمس. يعني ده اكيد طبعا كلنا بنحبه، طبعا. تمام، طبعا وتبقى بعد بقى الكحك ايه، على طول ايوه بعد الكحك كده يعني تتحلي وتحدى. بالليل. ايوه. فتلاقي طبق الترمس وعليه الخل بقى والليمون والملح والحاجات اللي هي وكتير الدماغ وخل العاليه دي، كتير وخل وملح كتير بقى كتير. وملح كتير، لدرجه ان الواحد ساعات لما بيبدا ياكل الترمس وهو حاطط عليه خل تحس اسنانك بتجز كده، او فيها حاجه غريبه شويه، ملمس غريب شويه، فهل ده ليه تاثير على السنان عامه؟ المشكله مبقاش عندي في الترمس نفسه، نعم، المشكله بقى عندي في الخل، في الليمون، في الاحماض اللي موجوده. نعم، احنا خلينا نتفق على حاجه، البكتيريا بتنشط وبتشتغل وتبدا تفرز لي الاحماض لما يكون الوسط بتاعي وسط حامضي. تمام، وسط حامضي ده بيتحقق بحاجتين، يا اما انا باكل ملبس او باكل اي حلويات اي سكريات، نعم، ساعتها بقي كله من جوه بيتقلب وسط حامضي، او يا اما ان انا اديله حمض اصلا اللي هو جاهز، الخل انت مديله اللي هو الحاجه الليمون الوسط جاهز اصلا. بالظبط، اللي هو الخل او الليمون، الوسط نعم بتاعي بقى اوريدي دلوقتي وسط حامضي. فكده انا لو انا عندي بقايا سكريات موجوده على اسناني انا اوريدي اديت لها الحمض، مش هستناها حتى لما تقلب الوسط بتاعي يبقى وسط حامضي، لا انا اوريدي اديت لها الحمض بقى عندي نعم وسط حامضي جاهز. ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا اتفقنا ان مش السكر هو اللي بيسوس، ده الاحماض اللي بتسوس، اللي هي موجودة في الخل. اللي هي الخل والليمون، نعم الخل عباره عن حمض، الحمض طبعا، الليمون عباره عن حمض. نعم، فالحاجات دي كترها بيبدا ينخور برضو في الاسنان، او بنشوفه دايما في العياده عندي، العيان بيبقى جاي الاقي اسنانه ممسوحه، تمام، الطبقات بتاعتها في الطبقه الاولى دي متشال اللي هي نصها اللي او بتديها اللون متشاله اصلا، كلها. يعني تلاقي اسنانه صفرة بالظبط، اصلا. فالاقي اسنانه صفرة. نعم، هو حتى ممكن يكون جاي يقول لي يا دكتور انا اسناني صفرة، مع اني بغسلها كتير. مع اني بغسلها كتير. ماشي، ابص على اسنانه اقول له انت بتشرب ليمون كتير، يقول لي لا ده انا عندي شجره ليمون في البيت. فبيبقى مشكله الوسط الحامضي ان هو بيبدا يعمل تاكل الاسنان، يقلب الفم نفسه يبقى الوسط فيه حامضي، فيساعد لو في سكريات موجوده على نعم اسناني ان عمليه التسوس تبدا تشتغل وتبدا القصه بتاعتي. طب العمل طب بقى نعمل يعني، ايه بقى؟ نعمل ايه؟ ده زي اهم ما حاجه بقى، اتفقنا لان احنا مش هناكل ترمس هنقول يعني لا. ناكل ترمس. بالظبط. طيب هنعمل ايه؟ اولا هنقلل الخل شويه، خلي الترمس موجود بس نقلل الخل، نقلل تمام الليمون شويه، تمام ما نكترش. حلو، دي القاعده اللي هو البريفنشن، ان احنا نمنع من نمنع الاول. الحاجه من الاول. تمام، الحاجه الثانيه ان احنا برضو نفس كوبايه الميه هنكررها هنا، تمام، نخلص نفس لو احنا القصه برضو غاويين عشان خل اعادل كتير. بالظبط، حمضيه الوسط اللي دخل المية بقي. بقى هتعمل ايه؟ تمام، المية احنا قلنا في الكحك وفي السكريات هي مشيت لي او بتغسل غسلت لي الكلام ده طبعا الاسنان، طبعا. هنا انا هعادل الوسط اللي تمام موجود، تمام بدل ما يبقى حمضي لا نبدا نعادله شويه يبقى نخليه وسط متعادل بقى. متعادل. بالظبط نعم كده. تمام. طيب وبعد كده نروح نغسل سناننا بعدها على طول ولا بعد ايه كده بقى؟ لا غلط بقى، هنا ما ليه بقى؟ نغسلش بقى اسناننا. بالظبط تمام كده. ليه بقى؟ انا اوريدي اتفقت ان الحمض هو اللي بياكل اسناني، تمام ولو البيشنت عندي او العيان جاي بيشرب ليمون كتير بياكل خل كتير ابقى الاقي اسنانه ممسوحه. طيب اجي انا بقى وابقى انا كير قوي ان انا انضف وانا لسه واكل خل كتير او واكل يبقى انا كده اصلا ليمون بوظت الدنيا واحماض اكتر. كتير واقوم عامل بقى اجريسيف براشنج واحنا ما نتوصاش، يعني تمام، يا كده يا كده. فساعتها هعمل ايه؟ ساعتها انا هساعد ان انا اعمل تاكل في اسناني اكتر.
تمام. فلا اشرب ميه استنى شويه، يعني هي طبقه المياه بتبقى ضعيفه في الوقت ده. تمام. استنى شويه لغايه ما الدنيا تبقى الوسط اللي عندي وسط متعادل، وابدا ساعتها نعمل براشنج. احنا ننتقل بقى لنقطه مهمه قوي في موضوع الخل والليمون والكلام ده كله. تلاقي حضرتك ناس ممكن تكون قابلتهم يقول لك اصل انا بحب دايما او قريت على منتدى مش عارف ايه كده ان انا اغسل سناني بالخل والليمون. ايه بقى؟ يعني احنا اللي تعالى نتكلم ان هو في كوارث اهي فاكله بس. فاللي بيغسل سنانه بيهم بقى. ما بقول حضرتك ده في واحد بيبقى جاي هو ما بيقوليش كده. ده هو بيبقى جاي يقول لي انا سناني صفر. ببص الاقي طبقه المينا اللي هي المفروض بتحمل السنان بتاعتي متشاله. هو متخيل ان هو طول ما عم بياكل في خل وفي ليمون او بيغسل بخل وليمون والكلام جامد. ده هو متخيل ان الدنيا عماله تبيض. فرشه هارد مش سوفت. فانا عندي فرشه هارد وعندي خل وليمون. تمام. وعمال يغسل جامد قوي، فالتاكل هيزيد هيزيد هيزيد. راحت طبقه المينا كده بتاعت السنان. راحت طبقه المينا، اصل هو مش سمك وبتضيع الزفاره منه. لا ده هي اسنان. اسنان دي انسجه المفروض تتعامل معاها بطريقه معينه. هي فرشه سوفت مع معجون. الموضوع تمام. ابسط مما نتخيل. لكن قصه بقى الحاجات اللي بنقعد نقراها، وانا لقيت ليمون فغسلت اسناني وجبت القهوه دعكت اسناني ايوه والفحم والحاجات الغريبه دي. والله حاجه اي حد ممكن يكتب على النت. نعم. يعني لما يجي لي عيان يقول لي ما هو سلاح ذو حدين. يعني بزر. هو فعلا بقى سلاح ذو حدين. انت ممكن تبقى قاعد وتلاقي حضرتك المعلومه داخل تجيبها وانت عارف ان هي صح، او داخل تجيب معلومه انت ما تعرفش هي جايه مصدرها ايه، موجوده منين، واي حد كتبها. يعني خصوصا في السوشيال ميديا الناس بتبقى عايزه تجيب بقى فولورز كتير وتجيب فيورز كتير. فهو اي حد يبقى عايز يعمل اي حاجه تلفت الانتباه، مش شرط بقى هي صح هي غلط، اهم حاجه تتراكت. يعني ممكن تبقى تاليفه من وحي خيال اللي قاعد بيكتب. فانت حضرتك بتسمع الواحد، مش هقول لك مش متخصص، يعني هو مش في دماغه اصلا. تمام. هو كاتبها لمجرد ان هو الهدف تاني خالص بعيد عن العلاج اصلا. او اما كان قاعد فاضي وبيتسلى فقال يعني نجربها. اسناني وجعاني ورحت للدكتور خدت لي معلومتين كده، طب ما احاول اعلي عليه اضيف عليه شويه ونعدل من المعلومه. تمام. فبالتالي طبعا مش صح ان احنا ناخد اصلا معلوماتنا من النت. تمام. طيب دكتور حازم، خلينا بقى نتكلم عن الوضع الحالي اللي احنا فيه والكورونا. عايز اعرف دلوقتي ايه وضع عيادات الاسنان والشغل حاليا في الوضع اللي احنا فيه ده؟ بص حضرتك، كان احنا كمان هندخل في فتره العيد، هنبقى في اجازات. فهيبقى في بعدها ومع الاكل والحلويات هيبقى في بعدها مشاكل. بالزبط. الناس لازم تنزل عياده الاسنان، واحنا عندنا في مشكله تانية هي موجوده، هي كوفيد 19 او الكورونا. فايه الوضع الحالي؟ خلينا نقول برضو ان مشكله الكورونا هي مشكله عالميه، ومش بس لها علاقه بطب الاسنان، ده هي لها علاقه بمجالات كتير قوي طبعا. والعالم كله في ديبيت دلوقتي، هل هنقدر نمنع الحياه عامه؟ يعني العالم كله يقعد في البيت، ولا هل هنقدر اصلا اقتصاديا الدول تستحمل حاجه زي كده؟ ايا كانت الدول، دول العظمى ايا كان كله نفس المشكله. هل تقدر الناس تستحمل حاجه زي كده؟ فحتى الان دي بيت مفيش حد عارف يوجد معادله. المشكله جنة. عارف حضرتك ان احنا ما عندناش معاد ان احنا عارفين ان الحاجه ديت، او ان مثلا في فاكسين او مصل طلع، فانا عارف ان المصل ده اتجرب واشتغل وهيبدا مثلا ينزل عندنا من شهر كذا، فانا عارف ان الدنيا هتبقى تمام. احنا عندنا الموضوع مبهم. وبالرغم ان في مجهودات كبيره جدا وفي شركات طبعا. كتير بتحاول تديفلوب فاكسينز وامصال وعلاجات، بس لحد دلوقتي برضه مفيش حد مديني يقول لي والله في اليوم الفلاني هيبقى عندك علاج. تمام. ساعتها اقول لحضرتك لا الناس كلها هتقعد هنستنى بقى ننتظر، احنا عارفين ان احنا يوم كذا بالزبط. هناخد المصل بتاعنا فنقدر ننزل. هتقف؟ ما برضه مش منطقي. صح. طب هل هنعمل ايه؟ يبقى هنحاول ان احنا لحد ما الرؤيه تتضح في قصه الكورونا، سواء في عيادات الاسنان او غير عيادات الاسنان بشكل عام. بشكل عام. تمام. هنحاول ناخد احتياطاتنا. ايه هي احتياطاتنا؟ ان احنا نلتزم ان احنا نقعد في البيت على قد ما نقدر، ما نلزمش غير في الضروره. نعم. طيب هنضطر ننزل لشغل لاي، نشتري حاجه لاي سبب، نعمل ايه؟ الكمامه تبقى على وشنا. تمام. الجلافز ما نلبسوش خالص. ما نلبسوش ولا ما نقلعوش؟ ما نلبسوش اصلا. ليه بقى؟ هي القصه كلها ان انا بشوف اليومين دول، يعني لدرجه ان واحد سايق لابس جلافز، بيشتري حاجه من السوبر ماركت لابس جلافز، يعني معتبره زيه زي الماسك او الكمامه. يهرش في وشه ويحط ايده في بقه وبعد كده يسلم. لا وبعد كده يشيل الكمامه يعطس. بعد كده يشيل الكمامه يعطس بره ويحط الكمامه تاني ويسلم على واحد تاني. خلينا نتفق ان هو اتس ريسبيراتوري انفكشن، يعني هو مرض بينتقل يصيب الجهاز التنفسي. بالظبط. نعم. ومش بينتقل بالهواء، هو بينتقل ايه؟ بالدروبلتس او بالرذاذ. تمام. مش باللمس.
نعم. يعني انا لو ايدي نظيفه وايد حضرتك نظيف، او انا لو انا ايدي فيها كورونا وايد حضرتك نظيفه وسلمت عليك، لو انا عندي كورونا بس ايدي نظيفه وسلمت على حضرتك، حضرتك مش هيجيلك كورونا. لو انا اهتميت بغسيل ايدي بعد ما سلمت عليك طبعا. بالظبط. تمام. طب انا عطست في ايدي وسلمت على حضرتك، وحضرتك حطيت ايدك على وشك اللي هي الحركه اللازمه اللي كلنا بنعملها، لازم طبعا. نهرش نحط ايدينا على مناخيرنا على بقنا كده، هيحصل ايه ساعتها؟ الدروبلتس دي او الرذاذ ده انا نقلته لايدي، ومن ايدي لايد حضرتك، وحضرتك نقلته من ايدك لمناخيرك، فاتنقلت للكون. نعم. اي ريسبيراتوري انفكشن كده. تمام. مش شرط طيب الكورونا بس يعني. الجلافز بقى، هل هو هيحمي، هل هو هيقتل الفيروس لو جه على ايدي؟ اكيد لا. لا، طب زيه ايه زي اللي ايدي يعني، هو بالظبط؟ زيه ده زي زي ايدي ايدي بالظبط. بالظبط. طب الدكتور ليه بيلبسه؟ الدكتور بيلبسه علشان يعني انا مش هينفع احط ايدي في بقك وهي ايدي كده، صحيح. بلس ان انا هعالجت عيان، والعيان ده مشي وهرجع عيان تاني. طب انا ايدي اللي هحطها في بق عيان هحطها في بق عيان تاني؟ بالاضافه ان ممكن. انا ما اعرفش العيان ربما يكون عنده عدوى غير عدوى الجهاز التنفسي بالظبط. تنتقل باللمس. الجلافز بالنسبه لدكتور الاسنان او اي طبيب هو ليه اعتبارات تانية خالص. نعم. طيب انا ايه اللي هيخليني احمي نفسي؟ مش ان انا البس جلافز خالص، لا، ان انا اغسل ايدي باستمرار ميه تمام. بصابون، اغسل ايدي. طب بقى في دروبلتس على ايدي هيحصل ايه؟ مع الميه والصابون الدروبلتس دي هتمشي. نعم. خلي بالك يا دكتور، من رحمه ربنا ان الموضوع ما هواش خطير كفيروس. نعم. يعني احنا بشويه غسيل ايدينا، بشويه اهتمام، شويه مطهرات، الموضوع خلاص بقى في ايدينا، بقى اندر مش كنترول، مش حاجة هنقول زي في ايدينا. الملاريا والحاجات اللي هي بالظبط. كانت اللي كانت طبعا بتخش توقع تبيد طبعا كتير قوي، طبعا. توقع الاف وتوقع ملايين. صح. فهو هي ده دي. برضو من رحمه ربنا لينا، احنا نحمد نعم. ربنا ان احنا بنواجه انفكشن مش عارفين له علاج لحد دلوقتي، بيمثل تهديدات في اماكن كتير، بس ما هواش حاجه خطيره اللي هو احنا موقفين حالنا تماما. لا، احنا الحمد لله عرفنا على الاقل ننزل نشتغل، عرفنا حقيقي. صح. يعني حتى لو بارشالي، لا بس عرفنا نعيش حياتنا بشكل ما. تمام. فهو الموضوع هناخده بطريقه علميه، ما نسمعش للنت كتير، كمامه وانت نازل، عشان لو حد عطس في وشك يبقى انت لابس كمامه، لو انت نعم. عطست تبقى انت لابس كمامه، تغسل ايدك من وقت للتاني على طول. طب لو الشخص نفسه شاكك ان هو ممكن يكون عنده، لان احنا بدأنا ندخل في مرحله ان الاعداد برضو زايده شويه، فمش كل شخص بيروح المستشفى او بيدخل العزل الطبي، ففي بعض الناس بتعمل عزل منزلي يعني هو ما يعرفش، هو ما عملش مسحه ولا حاجه بس حاسس ان هو عليه بدايه اعراض، ده المفروض يتصرف ازاي؟ بص، مش هقول حضرتك المفروض يتصرف يعمل واحد اتنين تلاته، انا مش دكتور صدر، نعم. بس خلينا نتكلم بطريقه علميه شويه. الحرب اللي ما بيننا وما بين الكورونا حاليا، الحاجه الوحيده اللي احنا نقدر نكسب بيها الفيروس هي الاميونيتي او المناعه. مناعة طبعا. بالظبط. فان احنا نقوي مناعتنا ده شيء اساسي جدا، تمام. ان احنا نحاول نفرق الفيروس، بمعنى ان احنا كل واحد، حتى لو انت عندك شكل انك عندك اراده تقعد في بيتك، او انت ما عندكش اراده تقعد في بيتك، نحاول نقعد في بيتنا على قدر الامكان، ده هيخلي فرص العدوى تقل مع الوقت. تمام. نعم. فبالتالي احنا خلينا ناخد الموضوع بشكل جنرال شويه، تمام. نلتزم ان احنا نقعد في بيوتنا، نهتم بالنظافه الشخصيه، نقوي المناعه طبعا بتاعتنا، ما نحاول ناخد فيتامين سي، الحاجات اللي منظمه الصحه العالميه بتوصي بيها، نعم. و ليه حاجة تقوية المناعة عامة. بالظبط. نعم. طيب نرجع لنقطة الاحتياطات تاني. دلوقتي المريض حاسس بألم في أسنانه ومضطر بقى إن هو هينزل، يعني هو كده كده لازم هينزل ولازم هيقابل ناس ولازم هيدخل العيادة بالظبط. وهياخد الإجراء الطبي بتاعه، إيه الاحتياطات اللي هو ياخدها الأول كمريض؟ يعني هو نازل، هل في احتياطات يعملها قبل ما يجي العيادة؟ هو عنده أعراض؟ لا، ما مريض عندوش عادي. أعراض، مريض عادي، نعم. مريض نازل، هو كمريض هي عادي جدا، هيخش العيادة وهيلتزم بكل حاجة بتقال في العيادة، بغض النظر عن الكورونا، سواء ما قبل، يعني أنا شخصيا قبل الكورونا أو بعد الكورونا ما كانش في فرق، يعني هي نفس احتياطات منع العدوى كنت أعملها. نعم. التعقيم، مش مستنيين الكورونا عشان نخلينا نتعقم، انت المفروض ان احنا صحيح صحيح. نعقم سواء ده كان في بالنسبة كورونا، للطبيب بقى. بالنسبه للطبيب سواء كان في كورونا او ما فيش كورونا، نعم. فاحنا في كل الاحوال لا، لازم نعقم. المريض دوره ايه؟ هيعمل ايه؟ هو يسمع الكلام. يعني إذا أنا عندي في العيادة مفيش حاجة زادت بعد الكورونا، يعني الكورونا قبلها وبعدها بتكلمني في عيادتي، انا ما عنديش حاجه زادت، الموضوع ماشي، هو بلس يعني بس ان ممكن اكون حطيت جهاز قياس حراره على بس بالريسبشن. فقط. نعم نعم بالظبط. لكن كإجراءات تعقيم هي كراك تعقيم هي بنشتغل في نطاق ضيق، ما يكون بس مريض مضطر ان هو ينزل لنا، لان هو زي ما احنا قلنا الحياه مش هتنفع تقف. تمام. مريض هستأذنك ناخد موجوع. اتصال من الأستاذ أحمد. اهلا ألو، وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل أستاذ أحمد.
انا ام احمد مش احمد. ام احمد، اسفين ام احمد. ممكن اكلم دكتور حازم لو سمحت؟ اتفضلي يا دكتور حازم، سامع حضرتك. كل سنه وحضراتكم طيبين الاول. وحضرتك طيبه وبالف خير وعيد سعيد عليك يا رب. يا رب يخليك ويخلي حضرتك. امين انا يا رب. عندي دلوقتي مشكلتين، المشكله الاولى في اسناني. تمام. انا مجرد لو اي حاجه لزقت في اسناني وشلتها لسه جيت دم على طول. تمام. وجبت كذا نوع معجون بس مش نافع. حضرتك عارف دلوقتي ان احنا خايفين نروح اي مستشفى او اي حاجه كده يعني. صحيح. تمام. فيا ريت الدكتور يفيدني، يعني انا الصراحه كنت مهمله في اسناني الاول من زمان يعني. تمام. حاضر. في اي استفسار تاني يا ام احمد؟ انا كنت قاعده قدام الفرن وبعمل كاك وبسكويت وشفت ميه ساقعه. تمام. عمل لي احتقان جامد في زوري. تمام. فدلوقتي انا لما شفت سوائل امبارح بعد الفطار الحمد لله وخدت سلاب وحاجات برد رقص، بس لما صيام النهارده حسيت ان زوري قفل قوي. تمام. طيب هو دكتور حازم هيرد على حضرتك في السؤال الاولاني، لان دكتور حازم طبيب اسنان. فالسؤال الثاني طبعا هنحتاج ان يكون معانا طبيب باطني او انف واذن وحنجره طبعا. بنشكر اتصالك جدا يا ام احمد. دكتور حازم، ام احمد عندها الاستفسار الاولاني، استفسار مهم جدا. الموضوع ناس كتير، ناس كتير جدا. ولدرجه ان انا بشوف الناس ديت يقول لك ايه، يعني مثلا يجي واحد يقول لي انا كنت بغسل سناني فبتجيب دم فبطلت اغسلها. طب جرب تاني. ما انا جربت فنزلت دم اكتر من الاول فبطلت اغسلها. بالظبط. فايه المشكله ديت بتحصل ليه؟ ده بيبقى التهاب في اللثه. التهاب في اللثه ده جاي نتيجه ايه؟ نتيجه تراكم جير. تمام. طب الجير ده اصلا عباره عن ايه؟ الجير ده احنا اصلا اللعاب بتاعنا فيه املاح، فيه كالسيوم، فيه فوسفيت، فيه املاح موجوده. تمام. ده في الجير المتراكم على الاسنان اصلا. ده في اللعاب بتاعنا اصلا في شويه. تمام. املاح. تمام. اللعاب بتاعنا ده عباره عن حاجات كتير قوي، ميه واملاح وحاجات كتير. نعم. الاملاح دي بتبدا تتراكم على الاسنان، فاللي بيحصل ان احنا ما بنغسلش اسناننا بالفرشه. تمام. فالاملاح دي تفضل موجوده. صحيح. نسيبها املاح تاني تتراكم، نسيبها تتراكم املاح تاني، يبقى عندنا كميه املاح كبيره. فجاه بيحصل لها حاجه اسمها كالسيفيكيشن او تحجر، الاملاح دي تبدا تتحجر. نعم. فهنلاقي عند اللثه في حاجات كده زي الحجاره، او تلاقي العيان يقول لك انا مش بعرف ادخل خيط ما بين سناني. الفراغات اتسدت. بنسمعها احيانا بقى دكتور على هيئه تانية، يقول لك انا بلاقي سناني بتتفتت وانا باكل او انا بغسل. جالي عيان قال لي يا دكتور انا باكل وكنت باكل عيش. نعم. ولقيت حته من سناني اتكسرت. فهبص بالكاميرا اللي عندي او بقول له مفيش حاجه، يقول لا انا حسيت، انا شوف انا شفتها، ده انا كانت حته مكسوره. اوصل الكاميرا واوري له على الشاشه في اي حاجه مكسوره، يقول لا انا مش شايف حاجه مكسوره بس انا في حاجه حاسس انها اتكسرت. تمام. ده بيبقى جير. جزء من الجير اتكسر. جزء. نعم. من الجير اتكسرت. فهو من كتر ما اسنانه كلها فيها جير هو بدا يحس ان لما حته من الجير اتكسرت وبقى فيه فراغ. هي بتشبه تركيب السنان لما بتقع قدام المريض ما يقدرش يفرقهم يعني. هي بتبقى حوالين السنه، بتبقى. نعم. لونها مشابه لون السنه شويه. تمام. وهو بيبقى مجرد ما هو العيان بياكل كده فيلاقي حته وقعت يقول لك بس اسناني اتكسرت. تمام. طيب حصل لنا الجير نعمل ايه، وعلشان ما يحصل لناش جير نعمل ايه؟ تمام. هو الاول نزف اللثه عرض من اعراض الجير. الجير ده حاجه عباره عن ايه؟ عباره عن املاح. نعم. الاملاح دي خدت في طريقها بقايا اكل مع شويه بكتيريا مع الضلمه اللي موجوده جوه، بتبقى حاجه مش سموث، مش حاجه ناعمه، دي حاجه خشنه وبتشوك اصلا اللثه. نعم. فبالتالي هي عماله تدي التهابات وفيها بكتيريا لمسه اللثه، فعماله اللثه بتلتهب اكتر، تورم اكتر، فمجرد. نعم. ما المسها بصباعي هتلاقيها بتنزل دم. تمام. تمام. إيه طب العلاج ليها ايه بقى؟ يعني العلاج ليها ايه؟ حصلت. تمام. دي لازم دكتور السنان يشيلها، ما ينفعش المريض يشيلها بالفرشه، لان. نعم. احنا بنتكلم على حاجه زي الحجر. تمام. طب هتتشال بايه؟ في اجهزه دلوقتي التراسونيك بتبقى متظبطه ان هي تلمس الجير، الجير ده يتفتت. نعم. تلمس السنه، السنه ما يحصلهاش اي حاجه. تمام. تمام. دي تتشال بايه؟ طب انا مش عايز الجير ده يحصل، هل ده ممكن؟ هو مش ممكن انه ما يحصلليش جير، لان زي ما اتفقنا ان هو بيجي عن طريق املاح، الاملاح دي اوريدي موجوده في بقنا. صحيح. وفي اماكن تحت اللثه مش هتوصل لها الفرشه. نعم. خصوصا في مثلا مريض بيجي لي يقول لي يا دكتور انا اقول له انت محتاج تنظيف جير، يقول لي انا نظفت جير 3 مرات، يبقى هو نظف جير بس ما نظفش جير تحت اللثه. طيب انا استاذن حضرتك ناخد استاذ اسلام، اتصال من استاذ اسلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اسلام ازي حضرتك؟ اتفضل. اهلا وسهلا بكم، طيبين. وحضرتك طيب؟ دكتور حازم لو سمحت. طبعا دكتور حازم سامع حضرتك حالا، اتفضل. دكتور حازم حضرتك طيب؟ كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. بعد اذنك كان سؤال، انا البيشنت اقدر اعرف ازاي اجهزه التعقيم اللي موجوده في العياده اللي انا اروحها دي كافيه؟
يعني بين كل عيادة بتبقى فرقة أجهزة التعقيم، فأنا أقدر أعرف من خصوصا في الظروف اللي إحنا فيها ديت اللي ديت لأ الدكتور أو العيادة بيقولوا الستاندرز اللي المفروض نعم اللي هي تبقى موجودة يعني. تمام. اي استفسار تاني يا استاذ اسلام؟ مشتي جدا ليكم، شكرا. بنشكر حضرتك جدا. معانا اتصال من استاذ احمد. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ احمد، اتفضل. لو سمحت كنت عايز اركب طقم، بس الفترة دي الكورونا وكده مخليني خايف ان انا اروح اعمل اي حاجة في سناني، فهل ان انا رحت عيادة السنان ان انا اركب طقم وكده الموضوع هيبقى كويس ولا في اي خطورة؟ تمام. حابب اتوجه بالشكر للاسرة البرنامج كلها على البرنامج الجميل. احنا اللي بنشكر حضرتك جدا، شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. دكتور حازم هيجاوب على حضرتك حالا. خلينا نبدا بالاستفسار بتاع الاستاذ اسلام. ممكن الاستاذ اسلام يعني سال سؤال كنا هنتناقشه اصلا لان هو مهم جدا. انا داخل لدكتور الاسنان، اهم حاجه عندي، اهم ممكن من الكفاءه بتاعه الشغل ومن جوده الشغل، التعقيم. يعني ما ادخلش اعالج حاجه اطلع بحاجه تانية، اعرف ازاي ان في تعقيم كويس في العياده؟ بص حضرتك، موضوع التعقيم ده للاسف بيخلي ناس اصلا ما تروحش لدكاتره الاسنان كتير قوي. نعم. يعني ده خوف عند ناس كتير جدا. مبدئيا الدكتور لازم يكون عنده الشجاعة ان هو يوري المريض بتاعه امكانيات التعقيم اللي عنده، او بروسيس التعقيم بتتم ازاي، الحاجة بتتغسل ازاي، الحاجة بتخش تعقيم ازاي، بتتبكت ازاي. نعم. لازم الدكتور يكون عارض الكلام ده موجود عنده في العيادة. نعم. عرضه على الشل في الريسبشن او في اي حاجة. تمام. بلس ان يعني انا شخصيا في العيادة مدي اوردر للسكرتيرة الموجودة، العيان اللي بيجي يسأل مش بس يقول لي انا عايز اشوف حاجه التعقيم، يسال التعقيم عندكم اخباره ايه، تخش اوضه التعقيم توري له الحاجه بتتعقم ازاي. ده من حق ازاي. المريض، ده من حق يعني المريض المريض انه انه يشوف. يسال ويتاكد. طبعا ده من حق المريض انه يسال ويتاكد الدكتور ده عنده جهاز تعقيم ولا لا، الدكتور ده قبل ما بيعقم بيغسل ادواته ولا لا، طب الحاجه بتنشف كويس ولا لا، الحاجه تبقى طالعه قدام المريض، وده من حقه. يعني الدكتور مش بيتفضل عليه، انت من حقك انك تشوف صحيح. الحاجه طالعه من الكيس بتاعها، من الباوتش بتاع التعقيم قدامك. نعم. حاجه ثانيه، في بعض الحاجات تلاقي للاسف دي منتشره قوي، تلاقي في حاجات يقول لك دي ما بتتعقمش. ليه ما بتتعقمش؟ علشان بتبوظ بسرعه. زي ايه؟ زي الكونترا او اللي هي نعم. بتاع اللي الدكتور سام بيمسكها اللي بتزن. تمام. وده للاسف عند ناس كتير قوي، بتلاقي الدكتور بيعقم البير او السلاح اللي بيخش في الجهاز ده. طب والجهاز نفسه؟ لا، الجهاز نفسه ما بيعقموش، بنلف عليه رابع. تمام. للاسف ده حاجه غلط جدا. يعني ده كده ده مفهوم خاطئ اصلا؟ ده مفهوم خاطئ جدا. طب تمام. ان احنا نعمل لزقه على الهاند بيس بس او لا، الجهاز. عشان نوضح للناس برضو ان اللزق اللي بيتحط على باقي الاجزاء من ده مهم جدا. ده مهم جدا. بس ما يتحطش على دي. تمام. هو يتحط على الباقي، وده لازم يتحط على الباقي. نعم. لان في حاجات هي يعني مش هتخش تعقيم وما بتخشش بق البيشنت. تمام. بق العيان. يعني البتاع اللي الدكتور سامي بيمسكها هي ما دخلهاش بق العيان. صحيح. ماشي. فدي لا، دي اللزق، ولزق بس بيتغير. لكن كل ما هو سيدخل بيتغير. فم المريض لازم يا اما يعقم يا اما يكون جديد. بالظبط. تمام. يا جديد وبيترمي يا اما طيب. بيتعقم. طيب يعني ننتقل بقى لسؤال الاستاذ احمد برضو من الاسئله المهمه واللي يمكن بيجاوب عليه سؤال الاستاذ اسلام، اللي هو انا دلوقتي هو عايز يعمل طقم وخايف من قصه الكورونا، والطقم بيعتبر برضو من الحاجات اللي هي الضروريه يعني. يعني شخص مش قادر ان هو ياكل او يشرب دلوقتي، فمحتاج ان هو ياخد الاجراء العلاجي دوت، يعمل ايه دلوقتي؟ ويقدر ينزل ولا لا؟ ويقدر ان هو ياخد اجراءات علاجيه حاليا ولا لا؟ زي ما احنا قلنا في الاول، الدنيا هل هي هتفضل كده؟ طب هي هتقف سواء كان طقم او غير طقم؟ نعم. ماشي. دي بيت العالم كله مش عارف يجاوب عليها. تمام. وفي دول بدات تقول لك لا يا جماعه خلاص انزلوا واشتغلوا وعيشوا حياتكم، ودول كبيره اقتصادها قوي جدا. لان احنا مش هينفع نوقف عجله الحياه. تمام. فاللي احنا هنقوله انه والله انت قادر انك تتعايش مع الوضع حاليا، قادر ان الدنيا تمشي، ماشي. تمام. خلاص خليك في بيتك لغايه ما الدنيا تتحسن. نعم. لا والله شايف ان انا مش قادر وموضوع بيمثل مشكله بيا، لا، بننزل عياده اسنان، بنراعي ان الحاجه متعقمه كويس جدا. نعم. الدكتور متابع اساليب التعقيم اللي موجود، انا شايف بعيني ومتاكد ان في دوره تعقيم بتتم لادوات العياده، الكرسي، الاتموسفير نفسه بتاع العياده، جو العياده بيتم تعقيمه. ومن من يعني نتخيل دكتور السنه اللي احنا رايحين له بيتبع صحيح. الاجراءات دي. صحيح. يعني وده بيبان، إن يعني هو بيبان، بتلاقي حتى مش بس من دخولك العياده، ده من دخولك من باب الريسبشن. يعني نقدر نقول ان هو كاجراء احترازي لو قادر تتعايش حاليا مع الوضع ننتظر. بالظبط. حاسين ان الوضع ضروري وان احنا نتخذ الاجراء العلاجي دلوقتي، اذا نتخير الطبيب. بالظبط. نتخير الطبيب. يعني تمام. انا بتوصل عندي ان انا بلبس العيان اوفر شوز كيس في الجزمه بتاعته. نعم. ده كاجراء احترازي طبعا.
احنا للاسف انتهى وقت فقرتنا سريعا. في نهايه الفقره بشكر دكتور حازم قطب اخصائي طب الاسنان وعضو هيئه التدريس بكليه طب الاسنان. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور، أنا متشكر. يعني انا حضرتك كان معانا حاجات مهمه جدا كنا عايزين نتكلم فيها، ولكن على وعد حضرتك بلقاء اخر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كذلك بنشكر الساده المشاهدين، استنونا بعد الفاصل هيكون معانا دكتور صبحي محمود استشاري البطنه والجهاز الهضمي. استنونا واعطوها في اي حته.